لحظة اكتشاف القيثارة السومرية كانت لحظة فارقة بنهاية عشرينيات القرن الماضي من عالم الآثار البريطاني ليونارد وولي وزوجته كاثرين وولي هنا في سومر وفي مدينة أور القديمة بالمقبرة الملكية. هذه اللحظة قادت من يتأمل ومن يبحث ومن يفكر عن أرض البدايات وعن التفاصيل التي من الممكن أن تغير بالمفاهيم بلحظة فارقة من تاريخ البشرية، عن الموسيقى واستخدام الآلات الوترية وتوظيف الموسيقى لخدمة الآلهة أو لخدمة الملوك، وأيضا المدينة بشكل عام كيف كانت تفكر من هذه الزاوية.